السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بمناسبة شهر رمضان الكريم. النهاردة احنا إن شاء الله هنتكلم عن شوية حاجات بسيطة جدا نعملها عشان نستغل نهار شهر رمضان استغلال أمثل، ومنضيعش أي دقيقة ولا أي لحظة من هذا الشهر الكريم، لأن الوقت بيبقى ثمين جدا، والوقت برضه بيبقى ضيق جدا للناس اللي بتشتغل والناس اللي بتدرس والناس اللي هي يعني الوقت بيبقى ضيق جدا للجميع. اول حاجه محتاجين ان احنا نحط جدول زمني، ومحتاجين ان احنا نحط ورد يعني نمشي عليه، ان انا اخطط اليوم بتاعي، انا بروح الشغل امتى وباجي من الشغل امتى، ومحتاج ان انا اقرا قران في وقت معين، ومحتاج ان انا اظبط الورد الاستغفار والتسبيح والذكر، الحاجات دي كلها محتاج ان انا احط لها برضو جدول زمني. محتاج اعمل حاجات كتير جدا هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل. نقطه مهمه جدا للناس اللي بتختم القران واللي عايز يختم القران كل 10 ايام، محتاج ان هو يعمل جدول بسيط جدا وجدول سهل جدا. القرآن بيبقى حوالي هو 600 صفحة، يعني لو انت عندك فجر ظهر عصر مغرب عشاء ووقت سحر، لو كل وقت من الاوقات ده انت حطيت ليه 10 صفحات بعد كل وقت من الاوقات اللي زي كده، هتلاقي نفسك ان انت بتختم القرآن كل 10 ايام بأريحية كاملة. طيب بعد الوقت المغرب بيبقى دايما الوقت ده تبقى الدنيا مش متظبطه، عشان بقى وقت الفطار واصحابك والعيله او عازم حد او الكلام اللي زي ده، بتبقى محتاج ان انت تعوض وقت المغرب ما بين وقت الضحى، يبقى عندك انت الفجر وبعدين الضحى وبعدين الظهر والعصر وبعدين العشاء او وقت السحر، يبقى عندك انت 6 جداول، كل جدول من دول بتقرا فيه 10 صفحات. الموضوع ده هيريحك كتير جدا وتختم القران كل 10 ايام. صلة الأرحام مش شرط ان انت تتواصل مع قرايبك ومع اصحابك من خلال الزيارة، لان عدد كبير جدا من هنا المشاغل اليومية وبعد الشغل عننا والمواصلات الكتيرة وساعات الشغل كتير جدا اللي بتطير في المواصلات، يعني تتواصل معاهم بالتليفون او من خلال السوشيال ميديا، وابعد تماما عن الرسائل الجاهزة اللي انت بتجيبها من على النت وبتاخدها وبتبدأ تبعت للناس. الحاجات دي انا بصراحة ما بحسش بيها احساس، ومتوصلش الاحساس بينك وبين اقرب الناس ليك. انا عندي تبعت رسالة تقول كل سنة وانت طيب يا ريس ويا باشا والكلام ده كله، هيلنك مع الناس وهتحس باحساس كويس جدا فعلا، اكتر من انت تاخد الرسالة تاخدها كوبي وتبدأ تبعتها للناس. انا بصراحة الحتة دي ما بتعجبنيش. كلنا عارفين الفرض ب70 فريضة فيما سواه، والسنة بفريضة، وحاجات كتير جدا جدا جدا، اوكازيون رمضاني محتاجين ان احنا نستغل فيه كل لحظة وكل ثانية بتعدي علينا، وكل نفس انت بتتنفسه في رمضان محتاج ان انت تستغله استغلال امثل، علشان فعلا تطلع من الشهر ده بحاجة قيمة جدا، وتحس ان انت عملت حاجة مميزة في شهر رمضان ده، يعني ميزتك عن السنين اللي فاتت دي كلها. رمضان هو الزاد والباور اللي انت بتستغله علشان خاطر بيديك طاقة تكمل بيها بقية السنة كلها. كل حاجة وكل عبادة وكل يعني ذكر انت تعودت عليه في شهر رمضان هو ده اللي انت بتكمل بيه بقية السنة، فحاول تستغله، تشوف الحاجات اللي انت كنت ضعيف فيها طوال السنة، وحاول تمرن نفسك، وحاول ان انت تدي لنفسك زاد تكمل بيه بقية السنة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.